حد شايفه على الماتش بس. ما زعلت زعل عسى الله ولا تكون زعل على الناس مصابين. مش شو عم تشد على هذه الناس؟ ايش ما تروح معي؟ حبون شد ما يطلع على الجبل. منو ما هذا الجبل؟ أمي تقول أنت جدد؟ لا حبيبتي هذول حافظين السي في. ما؟ مي أنا الجديدة هذول قديمين هذول عندهم كل ما قلت لهم أه طلعوا لي سي في، كل ما قلت أه طلعوا لي أقدم مني ذول. منهم يعرفوني يعني؟ إي يعرفونش حبيبتي مين ما يعرفش. إي والله رحت أنت وكل العافية في جدة. أو من أول ما دخلت شفت كل العافية. اشتروني ما تعال شيء والله تصور معك وضعك ما دريت اشتروني على الشيء من دخلت قال لي انت مع سعود القحطاني معي والله يا سعود القحطاني ذا قسم بالله بلشه والله العظيم ببيع بالسوق انا بشرتهم شبكت دخل علي واحد في المطعم قال لي تفضل تفتحين حساب؟ ابن دراج ما راح اقول اسم البرنامج عشان ما تحملينه الا انت من النار وانا برا لا قسما بالله اسم الجمهور عندي واسمع عنده يا ريال صرت واسوي تحدي رسمي معاه شو افوز عليه شوف اسكن بيت ما جبت ما جبت أقول مو موجود مو موجود مو موجود رحتيني في سعود مو موجود تتكبرين علي خلاص شو كم أنت يا ما حضرتكم أنا شو كم تدين تدعن ما عنده العمر وانا مكذبني تبوني ولا لا؟ لا ما يبوني لا يبوني لا يصير يقولي مش تحمل برنامج ها؟ لا تحملين البرنامج لا كلك يقولي حمل البرنامج لا والله لكن قسما بالله لكن بعد ولا اي وحده انا اريش انت تهدديني ليه؟ تبي تحين بس تسافين تحكي معاهم؟ ايه ها وتعيه والله تسوي لي كذا لا تبوني ولا لا؟ يقول لا ما يبون كل شيء تسوي لا الغيرة من البنات لا ما حد يبيس وعطيني بس سناب سعود ولا ما شفت تبين سناب سعود شو تنشهرين خلاص ما تصيرين ما عاد ما عاد
ابدا عشان كذا ربي مو مسحش تنشهرين عارف مش تجحدي وانا مسكينه يتيمه حسبي الله ونعم الوكيل.